إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي يطلب 60,000 مشجع لمواجهة أتلتيكو مدريد باستاد برج العرب. ومن الوفد القيعي أتلتيكو مدريد سيلاقي الأهلي بكامل نجومه. من الشروق الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في ودية أتلتيكو مدريد. ومن الوطن سبورت غياب الشناوي عن مواجهة طنطا وانتظام متعب في تدريبات الأهلي. من اليوم السابع رانيا علواني من داخل غرفة اجتماعات الأهلي، نبدأ من جديد لخدمة نادينا. ومن فيتو الكاف يعفي الأهلي وأربع فرق من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. أما من صدى البلد فسعد سمير يواصل التأهيل في الأهلي. وفي الجولة الأهلي البدري يحسم تفاصيل لقاء أتلتيكو، ولم نطلب تأجيل مباراة بتروجيت. ومن دوت مصر قرعة دوري الأبطال، الأهلي ينتظر الفائز من مونانا الجابوني وريال كادوغو البوركيني. من يورو سبورت عربية، الأهلي والمصري يطلبان حكاما أجانب للقاء سوبر. ومن الأهلي دوت كوم، الأهلي يطلب تعاون لجنة المسابقات، مواجهة أتلتيكو ليست مباراة كرة فقط. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.